بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجي دلوقتي معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! خلونا نبدأ أخبارنا الرياضية من فريق النادي الأهلي اللي تأهل لدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد ما تعادل مع الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 خلال مباراة اللي اتلعبت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في لقاء العودة لدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا. وبالنتيجة دي بيحقق الأهلي التأهل لنصف نهائي أفريقيا، وبيضرب معاد مع وفاق سطيف الجزائري اللي فاز على الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال. خاض نادي بيراميدز أول تدريباته في الكونغو على ملعب نادي مازيمبي علشان يستعد لمباراة مازيمبي في مواجهة كأس الكونفدرالية، ويحل بيراميدز ضيف على مازيمبي بطل الكونغو بكرة الساعة 3 العصر في مباراة العودة للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي اكد انه مش قلقان بسبب وصوله لسن ال 30 في شهر يونيو الجاي. وقال صلاح في حواره مع مجله 442 البريطانيه وسالت بعض اللعيبه، وقالوا ان شعور مختلف لما توصل لسن ال 30، لكن لسه مش عارف، انا في حاله جيده ومستمتع بالحياه وبكره القدم. صلاح قال كمان انه مش مهم عمرك كام سنه، في لعيبه تخطط سن ال 30 وفي افضل حالاتهم الفنيه زي ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وميسي ورونالدو. وبكده انتهت جولتنا الرياضيه، هنرجع مره ثانيه لمحمد وهدينا عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا، ولسه كلامنا عن الرياضه مستمر.